والآن قبل ما أقدم الأستاذ الدكتور حسام، كنت عايز أقول إن الدورة ديت يعني مش محظوظة في حاجتين ومحظوظة في حاجتين، تمام؟ مش محظوظة في إن أول دورة نشتغلها من غير فضيلة مولانا الشيخ الشحات شاهين عليه رحمة الله، فبدعوكم جميعا لقراءة الفاتحة على روحه الطيبة. الحاجة الثانية اللي هو كان الكسر بتاع مولانا الشيخ عبد الفتاح اللي شغله عننا شوية، فبندعو ربنا إن شاء الله أن يكون الشيخ في أتم صحة وعافية، والنهاردة بالتلاوة بتاعت النهاردة دي إن شاء الله تكون بشرة خير، وبعد أسبوع ولا 10 أيام يكون متواجد في المحافل بقى الإذاعية والمحافل الخارجية في كل مكان إن شاء الله. أما الدورة محظوظة لأول مرة في تاريخ المعهد تكون الدورة فيها كورسين مقامات غير بعض، بجانب أستاذنا الدكتور طه عبد الوهاب اللي متواجد معنا في الدورة الأولى إلى الآن، كان معانا أستاذنا وحبيبنا اللي هو كان إضافة كبيرة جدا لمعهدنا الأستاذ الدكتور حسام صقر اللي أنا بقدمه لحضرتكم الآن. وبعد كلمته إن شاء الله هنسمع المواهب بتاعتنا، بس هنقدم لكم دلوقتي الأستاذ الدكتور حسام صقر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد والشكر، حمدا دائما طيبا مباركا فيه، اللهم علمني كيف أحمدك يا رب العالمين. أكبر نعمة الواحد يحسها في الأيام الجميلة اللي أنا عايشها دي، بداية من الكورس الإنشادي الديني اللي كان مع أولادنا الصغيرين لحد الكورس اللي مع حضراتكم، نعمة إن الإنسان يكون موجود بين أهله. كان جدي رحمة الله عليه اللي مربيني أبويا وجدي وشيخي كان يقول لي المكان بأهله، فكان فضيلة مولانا الدكتور عبد الفتاح دعاني هنا في دورة من الدورات، ومنذ أن دعاني لحضور هذا الافتتاح وأنا أشعر إن أنا واحد من أهل المكان، واللهم لك الحمد والشكر ربنا أتم النعمة وكنت موجود في وسطيكو، فالمكان عامر بإخلاص صاحبه رضي الله عنه، وأدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يمد في عمره ويديم عطاؤه، مش بشهادتي ولا بكلامي، بكلام كل المخلصين يقولوا الشرقية استفادت من الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أكتر من استفادتها من أي شخصية على مدار التاريخ القديم والحديث. الدكتور عبد الفتاح ربنا يديمه بحر من العطاء، ليس في المجال القرآني فحسب، وإنما في كل مجالات الحياة هو متواجد مع الصغير قبل الكبير، في مشاكلهم، في أفراحهم، في أطراحهم، مفيد لكل من يعرفهم عطاء، سواء إذا كان هذه المعرفة عن قرب أم حتى يعني عن بعد. أما بخصوص المجال أو النعمة اللي ربنا أنعمها علينا أن احنا نكون في شرف خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي شرف خدمة أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم، ده تفرد عظيم جدا جدا جدا، يعني مفيش معهد في العالم بهذه الكيفية ولا بهذه الأوصاف ولا بهذه المواد العلمية الجامعة الشاملة الماتعة اللي هي بتعتبر أدوات القارئ كاملة وأدوات المبتهل والمنشد كاملة، لم ينتقص منها شيء ولا يزاد عليها شيء، يعني لو احنا حبينا نفكر نضيف ايه ما فيش حاجة نضيفها. ففعلا المكان بأهله، والمكان ده ان شاء الله قائم بإخلاص فضيلة مولانا الدكتور وبإخلاصنا احنا كناس استفدنا من المكان للمكان. أدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يديمه ويديم عطاؤه ويديم هذا المكان لأهل القرآن وأهل الله وخاصته، يفضل المكان ده عامر دايما. وأنا بطالبكم كلكم قبل ما بطالب نفسي بإن احنا نكون متوادين مع هذا المكان من أدوات رفعته، لأن المكان ده هو المكان الوحيد في مصر وفي العالم. فأنا لو هتكلم ب
بوطنيتي، لا أنا بحب بلدي طبعا، وأحب إن مصر دي تبقى في الريادة دايما. فأنا بطالبكم وبطالب نفسي بالإخلاص لهذا المكان ودوام التواصل ودوام الحفاظ على رفعة هذا المكان. كونوا عناوين صادقة وعناوين طيبة لهذا المكان، فلم تروا من أهله إلا كل ما يسركم. يعني ما حدش من حضراتكم شاف من فضيلة الدكتور أو من السادة أعضاء هيئة التدريس أو من إدارة المعهد أخونا الأستاذ جودة أو العم يحيى أو اللي موجودين هنا إلا كل خير، ونشهد بذلك خير أدبي وعلمي ومادي ومعنوي، وخير بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الأبقى والأنفع والصلة الدائمة. وزي ما ذكرنا فضيلة الدكتور محمد عبد الكريم أن القرآن رحم بين أهله، فمن هذا الرحم نطالبكم بالحفاظ على المكان، ودايما تكونوا عناوين طيبة له، ودايما تكونوا أزرع للدفاع دايما عن كيان هذا المعهد. احنا يعني طول ما احنا محافظين على كياننا وقرآننا هذا الدين بخير وهذا الوطن بخير. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يديم هذا المكان مفتوح عامر دايما عالي رايته مرفوعة، ويديم علينا صحة فضيلة مولانا الدكتور عبد الفتاح، ويبارك في إخواني ومشايخي وأساتذتي أعضاء هيئة التدريس كلهم فردا فردا، ويتغمد فضيلة مولانا الدكتور الشحات شاهين بعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعم عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل التحية والتقدير لأستاذنا الحبيب دكتور حسام صقر على هذه الكلمة الطيبة. طبعا أنا قلت لكم أن أنتم كنتم محظوظين في حاجتين، ذكرت لكم حاجة منها اللي هي الدكتور حسام صقر، الحاجة التانية أن هي الدورة الأولى اللي يكون متواجد معنا فيها بشكل دائم على مدى سبع محاضرات متواصلة أستاذنا الأستاذ الدكتور السيد عبد المجيد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الزقازيق. تحية لأستاذنا الدكتور السيد عبد المجيد.